في الواقع اليمني نجد أن الكثير من السلطويون، أقول هنا وليس يعني الشعب اليمني، الذين يريدون أن يستحوذوا على السلطة ينادون بمثل هذه الأفكار الدخيلة على المجتمع اليمني والدخيلة على كل الشرفاء والنبلاء في المنطقة، كون هذه الوحدة هي ليست ملك لأحد، هي ملك للشعب اليمني. وإذا تم في حالة استقر الشعب اليمني وكان هناك انتخابات حرة وبرلمان يمثل الشعب وكان الأغلبية تصوت على كون أن يظل اليمن واحد أو أن يكون مجموعة من الكونفدراليات أو غير ذلك، فهذا الحق يرجع للشعب اليمني، ولا يمكن أن يكون هناك مجلس ينبثق من هنا أو مجموعات تنبثق من هنا أو مجاميع مسلحة من هناك وتنادي بالانفصال وإعادة التصدير وما إلى ذلك، فليس من حقها قانونيا ولا أدبيا. وبالمناسبة هذا اليوم يوم 22 مايو لم يأتي فجأة أو صدفة، فلقد أتى بعد عملية المشاورات الطويلة وعملية اللجان التي تكونت والاجتماعات المتعددة. كما تعرفون حدث اجتماع بين القاضي الإيرياني وسالم ربيع علي بحضور إبراهيم الحمدي في ليبيا بزعامة معمر القذافي في حينه، وحدث اجتماع آخر في الكويت وحدث اتفاقية الكويت، ثم تكونت اللجان الوحدة التي كان يرأسها العديد من العناصر الوطنية المخلصة والتي ظلت ليل نهار تكافح من أجل الوحدة. من ضمن هؤلاء الناس العمالقة يعني السيد يحيى العرشي والأستاذ أحمد الشجني وعبد الله أحمد غانم وعجر الله عمر وعمر الجاوي وغيرهم من هؤلاء الذين كانوا يناضلون ليل نهار لأجل إيجاد مثل هذا الحدث. أيضا حسين الدفعي، إذا وجد مشروعا تنمويا ورخاء، يعني أنا لا أعتقد أن هناك يمني حر أبي يمكن أن يطالب بالانفصال. ما نجد أولئك الذين يتكلمون عن التمزيق والانفصال وما إلى ذلك، أولئك الذين لديهم مشاريع المشاكل الاقتصادية، لديهم حجموا أو همشوا، أولئك الذين يعانون ليل نهار من يعني لقمة العيش، وأيضا التدخلات الخارجية التي تصب في إطار أولئك الأشخاص للأسف الذين ينتمون للخارج أكثر مما ينتمون للوطن. أنا كيمني لازلت يعني أعيش أيام الوحدة إلى الآن، لازلت أنعم أو بمعنى أصح يعني أحبذ أن أكون عايشا في أطراف اليمن بشتى بقاعها في الجزر اليمنية، أن يتم الاستثمار، أن أعود إلى مثل هذه المناطق للسياحة والاستجوال في وطني بديلا عن الذهاب إلى الخارج مثل هذا. فاليمن يتمتع بأجواء جميلة وهناك مناطق يعني شاسعة يمكن الاستثمار فيها وأن تصبح جنة الله على الأرض. الأرض اليمنية فيها كل الطقوس، فيها كل المناخات المختلفة، فيها كل الجمال، جمال أرضها، جمال قلوبها. لدينا الأصدقاء الكثيرين من حضرموت ومن الضالع ومن عدن ومن والكل ينادي بعملية اللحمة اليمنية. هناك الشواذ الذين يتبعون لبعض القوى الخارجية من يريدون تقسيم اليمن، هم من ينادون بالتشظية وإعادة عقارب الزمان إلى الوراء.